مساء الخير على كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا، ويوم جديد وفقره جديده من فقراتنا الطبيه المتميزه وبرنامجكم الطبيب. هاي مشاهدينا، الفتره الاخيره بقينا نسمع عن اورام او سرطان الغده الدرقيه. يمكن الكلمه دي بتبقى ثقيله جدا على اي حد بيسمعها، طبعا ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا، ولكن في بحث اتعمل في الفتره الاخيره لقينا ان يرانا ان في تزايد كتير جدا وكبير جدا حصل في الموضوع ده. ده حقيقي يا مروه، ولكن يعني وجود التطور ووجود التقنيات الحديثه، كمان وجود اطباء ذو خبره وذو مهاره، كل ده ساعد في اكتشاف، خليني اقول لحضراتكم، اورام سرطانيه صغيره جدا جدا في الغده الدرقيه. هنتكلم في الموضوع ده بالتفصيل جدا، لكن خلونا في بدايه الفقره نرحب بضيفنا وضيفكم دكتور جمال البحيري، جراح تجميل الثدي والغدد واورام السيدات وعضو الجمعيه المصريه والاوروبيه لجراحه الاورام. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيكي واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بيك يا دكتور، منورنا. يمكن انا ذكرت في الانترو ان موضوع الاورام الغده الدرقيه انتشر في الفتره الاخيره جدا. دي حقيقة. قبل ما نتوغل في قصه اورام الغده الدرقيه، حابة اعرف من حضرتك يعني ايه غده درقيه؟ الغده الدرقيه هي احدى الغدد الصماء موجوده في منتصف الرقبه، هي عباره عن فصين ايمن وايسر. الخلل فيها سواء خلل في الافرازات بيعمل مشاكل، او التضخم بيعمل مشاكل. يمكن مشكله الغده الدرقيه سهله جدا حلها، بس نعرف هي ايه، حط ايدنا ايه المشكله جايه منين. هل الخلل ده جاي في الافرازات؟ يمكن دي شكل الغده الدرقيه معانا، في عباره عن فصين ويربطهم جزء صغير على القصبه الهوائيه. المشكله لو في خلل في الحجم، تضخم فيها، او في خلل في الافرازات. الخلل في افرازات الغده ممكن يكون كسل او زياده نشاط. لو في كسل في الغده الدرقيه بتلاقي المريض، يمكن الستات هي اللي بتتعرض اكتر ليها، بتبقى المشكله زياده في الوزن. صحيح. كسل وخمول، المريض مش قادر يشيل جسمه، وما بيكونش عارف ايه المشكله. يمكن بعض السيدات بيلاقوا في مشكله زياده في الوزن ومش عارفين السبب ايه. بتحليل بسيط جدا وظائف الغده الدرقيه ممكن نوصل للسبب. لو لقينا التي اس اتش ده عالي، يبقى في كسل في الغده الدرقيه. والحل بتاعها سهل جدا، مجرد حبايه واحده بناخدها على ريق النوم بتتحل المشكله. تمام. بيشغل الغدتين. بندي هرمون منشط للغده الدرقيه. الهرمون ده يا دكتور المريض بيفضل ياخده على طول ولا؟ لا، ما هي الحاله بتتقيم استاذه مروه بعد ما بندي علاج فتره، بنبتدي بعد كده نقيم الموضوع تاني بتحاليل جديده. تمام. ده مشكله الكسل. طيب ايه مشكله النشاط؟ زياده النشاط بتلاقي العكس، الست بتخس جدا او الراجل، هي بتيجي في الاثنين، بتخس جدا مع انه بياكل كتير جدا. وفي بعض الناس بتشك ان هو عنده سكر او عنده حاجه. بنفس المشكله، القصه هو التحليل هو يبين لك. يبين برضه. لو لقينا التي اس اتش ده قليل. ويبقى العكس، يبقى كده في زياده نشاط في الغده الدرقيه. وبنعمل اشعه نشوف هي دي، بنسميها الغده السامه. بنحدد بقى هل هي اوليه ولا ثانويه بالاشعه، اشعه تلفزيونيه بسيطه. لو في نتوءات في الغده تبقى دي الغده السامه الثانويه، ودي لازم ليها عملية. لو الأشعة سليمة تبقى دي الأولية، وغالبا بتخف بالعلاج، بس بندي هرمون يقلل نشاط الغدة الدرقية عكس الغدة الكسلان. ننقل بقى على موضوع الأساسي بتاعنا اللي هو لو في ورم في الغدة الدرقية. طب الأورام ده يا دكتور يعني أنواع، يعني أورام الغدة الدرقية ليها أنواع كتير؟ أنواع كتير جدا، وأغلبها نسبة الشفاء فيها بتعدي 95%. طبعا نسبة كويسة جدا وعالية طبعا. هي أي ورم في الدنيا بنقسمه ورم حميد وورم غير حميد. تمام. الورم الحميد علاجه سهل جدا. مجرد ما بنعمل أشعة نشخص بعينة بالإبرة، اتأكدنا إن هو حميد. لو المشكلة في فص واحد بنشيل الفص ده بس، ونحافظ على الفص التاني. اكتشاف الورم من البداية بيجي من تحليل ولا من أشعة؟ ولا الكشف بيبقى باين في الغدة؟ هو دايما المريض بيشتكي بحاجة من ثلاثة، يا إما خلل في الهرمونات اللي هو زيادة في الوزن أو نقص في الوزن. بتبقى مؤشرات. دي حاجة. في حاجات تانية بنلاقي في زيادة في المنطقة بتاعة الرقبة، الحجم نفسه. واضح. في بعض الزيادة دي بتبقى واضحة، وأحيانا بتأثر على النفس. يعني زي دي حالة ثابتة نفسها لما وصلنا لحجم كبير جدا، دي ما عندهاش خلل في الإفرازات بتاعتها، ده الخلل في الحجم. حجم زاد. حجم باين. كبير جدا، فمضايق حاجتين، البلع والنفس. طبعًا. المريضه مش قادره تنام فلات خالص. دي طبعا يمكن اتعرضت لمشكله ان هي راحت لبعض الاطباء عمل لها تحليل وظائف غده، قال لها ده الوظائف كويسه. طيب ما هو احنا في مشكله ثانيه، احنا لما الوظائف بتبقى طبيعيه وفي حجم زياده في الغده بنخاف ليكون في ورم. الورم غالبا بيجي بزياده في الحجم
والتحاليل بتكون طبيعيه. دي مشكله بيقع فيها ناس كتير جدا وبيسيبوا نفسهم لما الامور تتطور، زي حاله زي دي الغده وصلت لحجم كبير جدا يمكن تشعبت للقفص الصدري، وكانت نفس المشكله ان المريض بيروح يكشف يلاقي في تضخم في الغده، بس يعمل تحليل وظائف غده يقول له ده التحليل كويس مطمن وبيعملش حاجه. لا هي المشكله لا احنا في بؤره او في نتوءات او في كتله في الغده الدرقيه محتاجين ناخد عينه منها، زي الحاله دي النتوءات فيها واضحه جدا، وفي الحاله دي لازم بعد ما بناخد عينه العينه قالت ان في ورم غير حميد لازم الغده تتشال بالكامل، زي ما حضرتك شفتي يمكن الصوره دي زي اللي احنا شايفينها في الجرافيك الاولاني شكل الغده الطبيعي، لكن طبعا متضخمه وفيها نتوءات. الحاجه المهمه جدا ان لما نعمل عمليه الغده وهي فيها ورم غير حميد لازم الغده تتشال بالكامل، ما ينفعش نسيب جزء فيها على اساس ان لو سيبنا جزء فيها يرجع يجي مره ثانيه يتضخم تاني، المريض يتعرض لمشكله ثانيه، وخصوصا ان العمليه الاولى هي الاسهل. لو في تساب جزء العمليه الثانيه بتبقى اصعب، لان المكان ده مكان حساس جدا، يمكن في ناس كتير جدا بيخافوا من عمليه الغده الدرقيه عشان حاجتين. الصوت يا دكتور، الصوت هل الصوت ممكن يتاثر بعد العمليه؟ والنفس طبعا الغده الدرقيه موجوده في حته جنبها العصب اللي بيتحكم اللي بيتحكم في الاحبال الصوتيه، وده مسؤول عن حاجتين النفس الطبيعي والصوت. عشان كده لازم لما نتعامل معاها تتعامل معاها بحرص وعنايه. يمكن ده فيديو معانا هيقول ازاي بنعمل العمليه. ده الغده بالبلاد سبلاي بتاعها. ده مكان الفتح بيبقى فتح حوالي 2 سم او 3 سم. دي طريقه الاستئصال يا دكتور، اي ورم احنا بنستخدمها. ده الفتح بيتعمل فتح صغير جدا، زمان كان بيتعمل فتح كبير جدا عشان الغده، دلوقتي مع الاساليب الجديده الفتح صغير خالص، بنفتح الجلد وما تحت الجلد وبعد كده نبعد العضلات نفسها، بنلاقي الغده بعد كده بنتعامل معاها بجهاز اسمه البايبولر، حاجه تكوي الاوعيه وتحافظ على الاعصاب، بنكوي مكاننا بس. زمان الدايسيرم العادي كان بيكوي ويسمع حواليه، فكان في مرضى كتير يتاثر الصوت بتاعهم او النفس. مع الاساليب الحديثه لا، الكلام ده ما عادش بيحصل. مع جهاز البايبولر زي ما حضرتك شايفه بنبتدي نتعامل معاها نكوي المكان بس. مع الحفاظ حاجه مهمه جدا ان احنا في عمليه الغده الدرقيه ان احنا نحافظ على الغده الجار درقيه. في بعض الناس لو مش متخصص ممكن الغده الجار درقيه دي تتشال معاها، لان هي ملتصقه في الغده الدرقيه. فلازم اول حاجه بعد ما نكوي الاوعيه الدمويه نتاكد قبل ما نشيل الغده ان الاوعيه سليمه بتاعه الغده الجار درقيه. جميل جدا. طب دكتور يعني التخدير بيقعد قد ايه؟ العمليه بتقعد قد التخدير بيتاخد موضعي مثلا بين كل طبعًا عمليه الغده الدرقيه ليها وضع معين، المريض لازم ياخد بنج كلي، وفي حاجه اسمها هايبر اكستنشن في الوضع معانا. بعد كده بنبتدي نتعامل معاها ان احنا نفصل فص نكوي الاوعيه زي ما حضرتك شايفه، السوبر ثايرويد ميدل ثايرويد انفيريور، هم ثلاثه اللي بيغذوها. بعد كده بنبتدي نفصل الغده الدرقيه من مكانها، والموضوع ما بياخدش وقت طويل، يعني العمليه رينج ساعه، اقل شويه اكتر شويه على حسب الحاله. هو يمكن احنا زي ما حضرتك شايفه الجزء الاصفر ده الغده الجار درقيه اللي احنا بنهتم بيها جدا ان احنا نحافظ عليها، نشيل الجزء الاحمر ده الغده الدرقيه، واللون اللي هو واخد اللون الاصفر وحجمها بيبقى صغير جدا بنهتم جدا ان احنا نحافظ عليها، لان دي حاجه مهمه جدا. لو اتضربت معانا في العملية العيان بيبقى عنده نقص كالسيوم، تشنجات وحاجات كتير جدا، لكن ممكن تحصل الحاجات دي مؤقت بعد العملية. يعني يا دكتور من خلال كلام حضرتك بتحافظ على الغدة الجار درقية وكمان على الأحبال الصوتية، لأن العصب نفسه الأحبال بعيد عننا خالص مش معانا في الفيلم. ما العصب المسؤول، هو العصب اللي بيحرك الأحبال الصوتية يا أستاذة نور، هو ده الأساس بتاعنا. تمام الحقيقه دكتور بجد حضرتك النهارده نورتنا وشرفتنا، كان لسه معانا اسئله كتير ان شاء الله نكملها في حلقات تانية. زي ما انتم شايفين النهارده اتكلمنا عن اورام الغده الدرقيه وازاي بيتم استئصالها وازاي بنحافظ على الاحبال الصوتيه اللي حواليها وعلى كل الاوعيه اللي حواليها، كلمنا في كل التفاصيل. ضيف اللي منورنا النهارده ضيفي دكتور جمال البحيري، جراح تجميل الثدي والغدد وامراض السيدات، وايضا عضو الجمعيه المصريه والاوروبيه لجراحات الاورام. بنشكر حضرتك جدا يا دكتور على تشريفك.